فنان مصري الأول حاليا؟ في اللحظة دي اعتقد ان كريم يستحق اللقب ده، ان هو اكتر نجم مصري محبوب، شباك تذاكر قوي، بيجيب ايرادات، بيحمي كريم عقله، وده مهم جدا. يعني في ذكاء بيحمي بيفكر هذه كويس. الموهبة. تقصد تقول انه ده فهمي انا، ان لو محمد رمضان يمتلك عقلية اكثر احترافية ممكن يتخطى كريم عبد العزيز؟ لا، ما فيش حاجة زي كده. يعني ما اقدرش اشيل حاجة من هنا واحطها على هنا فتساوي كذا. لا، ما الذي يعيق محمد رمضان ان يكون نمبر وان كما يقول من وجهة نظر حضرتك؟ انه ساعات بيتورط في حاجات خاطئة، يعني في تصرفات ممكن تسحب منه، انه اختياراته في السنة على المستوى السينمائي سيئة. يعني هو كان مشروع نجم جماهيري، وانا توقعت انه هيبقى نجم جماهيري في السينما، حقق جماهيرية في التلفزيون، ودي واضحة، كثافة مشاهدة عالية. لما بيعمل حفلات غنائية بيجيب إيرادات عالية بدليل استمراره. هو المطرب الوحيد أو الممثل الوحيد اللي اتجه للطرب ونجح. مفيش عندنا حتى النجوم اللي نجحوا ما عملوش حفلات غنائية. مثلا سعاد حسني عملت نجاح طاغي جدا كمطربة وهي بتغني في الأفلام والمسلسلات، لكن سعاد قلما عملت، يمكن طلعت في بعض حفلات لكن ما عملتش حفلات منفردة زي اللي عملها رمضان. ف يعني رمضان في إيجابيات له، لكن لا يزال نقطة ضعف عنده السينما، لا يجيد الاختيار، وبعض التصرفات له بيشوبها قدر من الرعونة على المستوى الشخصي وعدم التراوي. بس انتو